إذا كنت تبي تشكيلة خرافية أو لاعب قوي في تشكيلتك، مالك غير فرينزي فيفا الأرخص ما بين المواقع، مضمون للباند والتصفير وأيضا سريع في التصفير. ولا تنسى كود الخصم ADS عشان تحصل خصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في طريق المجد. اليوم غيرناها من طريق الطفرارين إلى طريق المجد. ليش؟ عشان أغلب التصويت ونرتاح ومسألة رونالدو دي ما تكون عائق علينا. أوكي، الشروط نفسها يا شباب، جمع في الدبي، اللهم نغير السلسلة ورونالدو يستمر، فقط ما راح يتغير أي شيء ثاني، فقط اسم السلسلة. على العموم يا جماعة الخير، لا تنسون أبدا دائما تضغطون زر اللايك. نحن يا طويل العمر السلامة باقينا بس مبارتين ونجيب التفيج إن شاء الله بإذن الله نتوفق في هذه المبارتين. ليتس جو يا حبيبي، يلا بنا يلا بنا يلا بنا. شو التشكيلة هذا الغريبة؟ إيش فيه يا عمي؟ سالفة؟ يلا يلا الله 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 يا رونالدو. اي جميلو، يا سلام يا سلام يا سلام، التعادل يا حال ثاني. ليتس جو ليتس جو. ايوه ايوه، وش الجول؟ وش الجول غريب؟ الجول غريب هذا، انا ما خططت انه يصير كذا بس صار معي والله. يلا يا رونالدو يلا قائم ثاني قائم ثاني. كبي كمل كمل الدعو. باكيوكو تقريبا مستحوذين عليه بالكامل يا حبيبي. السكو الشوط الثاني حيكون اجمل ان شاء الله. السكو لا كيف؟ آه بلرين، أقسم بالله دفاعه سيء، ما يقطع كور زين. يلا رونالدو لا، رونالدو لا يا شيخ، بالله ذي شوتة. لا سلام عليك. يلا رونالدو صدق. الله يرجعك. بس حمزة أمسك. يلا يا رونالدو. ايه ايه شاف ايه. يلا بكيوكو تجيبها. الله يا هداف. ايه ايه يا عمري بكيوكو يا اخي، اقسم بالله العظيم احتاجك من زمان انا. يلا سادس. لا تكفى لا لا. اوكي اجل، حتى لو تعادلنا وفزنا صار عندنا فرصتين للمباراه الجايه. لسكو يا حبيبي ما غير الفوز. هي تشكيلته جدا ممتازه، يعني تشكيلته جدا ممتازه. لسكو يا حبيبي يلا. اوكي اوكي الله الله على الجول. يا سلام يا سلام. الله الله الله. ايوه فيرمينو. يلا كبير. يا السلام يا السلام يا حبيبي يا فرمينو. الله 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 الله، والله ما توقعت على انه قوي بالشكل هذا صراحه. اللاعب جدا ممتاز بس عيبه السرعه، لو انه يصير سريع شوي. تغطيه سيئه يا اخي. الله يلا كبير يلا كبير. برفع لك قائم ثاني. انتوني جاهز؟ قاطعها مش كنا قاطعها. اوكي احنا افضل ان شاء الله في الشوط الثاني، حنكون افضل من الشوط الاول. سكو سامبا ديجاني. يلا يا رونالدو. الله 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 جو. ليتس جو. ايه هذا الهدف. يا الله اكبر. يا
هني بكيوكو. يلا الله، هذا تحسد رونالدو المفترض. يا عيني. الحمد لله باكيوكو ما يسجل بل. لا من برا ولا من جوا ولا من هذا. يلا يا جماعه، لا اقسم بالله قوي صح. الله اكبر، وش الجول؟ خلاص الظهر 10 من 10 وهاتريك يا ولد. ها الله 8000. حلو ممتاز، هذه راح نطور فيها فريقنا ان شاء الله. ممتاز الحمد لله، جبنا الديفيجن بدون خساره يا حبيبي. ليتس جو. ممتاز جدا، عندنا 17000 يا جماعه الخير. بقي يوم 16 ساعه على الفوت شامب، وحنا ماني متاهلين، فلازم نلعب طول عمر السلامه التصفيات. وان شاء الله ايضا في الحلقه القادمه راح تكون التصفيات والجوائز حقت الفوت شامب الكلبيه عادي، بس نبغى نفتح الباكجات نشوف من يطلع لنا نبيعه ونصير نطور من فريقنا. هذا هو الغرض مننا، نخش في الفوت شامب عشان نطور فريقنا في اسرع وقت ممكن. زر اللايك يا عيال، تابعوني حساباتي تحت، اشترك اذا ما بتشترك في القناه.